شطاره حلاوه طعام. طيب جاهزين اللي بعده؟ ايوه. طيب اللي بعده ده مرحله اسهل شويه فهتبقى الاطفال بس، لو ما عرفتوش هتستخدموا وسائل المساعده. اوكي، يا اما هتغنوا يا اما هتستدعوا ولي امر. السؤال الاول للاسره دي، الكواكب الثلاثه الاولى من نظامنا الشمسي، عطارد، الزهره، المشترى. عطارد والزهره والمشترى، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. لا ما بنبصش لماما وبابا من غير لما تقولي ان انت هتاخدي وسيله مساعده، مش عايزين الحركات دي. صح ولا غلط؟ صح. غلط. السؤال الثاني، ايه المياه الجوفيه بتستخرج من باطن الارض، صح ولا غلط؟ السمك. لا، هي صح ولا غلط يا حبيبي؟ صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو، صح، جت معاهم بالكده. ماشي. السؤال الاسره دي، ركز يا دودو، يسير الضوء في خطوط مستقيمه، صح ولا غلط؟ غلط. امال بيسير ازاي؟ لا صح. ما هو انتوا قلتوا غلط الاول. لا لا صح. طب ما حتى لو صح انتوا قلتوا غلط. ماشي. سؤال الاسره دي، يصنع الماء من الهيدروجين والاكسجين، صح ولا غلط؟ صح. بابا انا ما اتكلمش. بابا غيان. ايه بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ما نركز بقى. ماشي اوكي، نركز. الاطفال هم اللي بيجاوبوا صح وغلط. هنا التدخين داخل المصانع من العادات السلبيه للعاملين، صح ولا غلط؟ التدخين. صح طبعا. انت تفكري في ايه؟ لا انا كنت مستنيه قلت اشوف هيجاوب ولا لا. ماشي اوكي. طيب ماشي، السؤال هنا، تنخفض نسبه الاميه في البيئه الصناعيه، صح ولا غلط؟ غلط. انت سمعت؟ انت سمعت انا بقول لك ايه؟ صح. ها اخد مين؟ غلط. اخد ريان ولا نور؟ لا نور. انا هاخد ريان. صح. صح طبعا. ماشي. طيب تعالوا نخش على المرحله اللي بعدها، وهي الاختيارات. المفروض ان دي تبقى سهله جدا، هديكوا اختيارات ما بين الاقواس وعايزه افكركم بوسائل المساعده. نبتدي بالاسره دي، الوسيله التي كان يستخدمها علاء الدين للطيران، الطيارة، السجادة، المصباح. السجادة. السجادة، برافو. ماشي. الله بتقف نفسها، برافو. طيب الأسرة دي، كم عدد الأقزام مع الأمير سنو وايت؟ السبعة. طيب هم سبعة بس ماما ردت. بلاش غش بقى، بلاش غش بقى. معاكي طفلة بالراحة، احنا بنتسامح بنلعب والله، مفيش حد كسبان وخسران يعني. بالراحة يا أستاذ سامح. ماشي. يلا الأسرة دي، الأداة التي يستخدمها النجار لإخراج المسمار من الخشب. المفك. الكماشة، المسمار، المفك. الشاكوش. الكماشة. الكماشة. الكماشة ولا المفك؟ لا المفك. الكماشة. لعلمك بقى هي كانت الكماشة، بس أنا بقى هقول لك إنها غلط. معلش. أنا قلت الكماشة. يلا اللي بعده. ماشي. الأداة التي يستخدمها لاعب التنس في اللعب، الشبكة، الكورة، المضرب. المضرب. اكيد يا ابني بقى، ما اكيد في كوره. طيب ماشي، جاهزين بقى نعمل مهمه ثانيه؟ المهمه اللي فاتت انتوا تعادلتوا فيها، كل واحد لقى كوره في نفس الوقت، ودي يعني صدفه من الصدف. طب احنا ما لعبناش. هنلعب مهمه ثانيه، تعالى. ايه رايك؟ حضرتك ما لعبتش، وانت كمان، وتعالوا باخواتكم، تعالوا معايا. انت الفريق الاصفر، انت الفريق الاحمر. اوكي؟ دلوقتي احنا هنغني عيون حضراتكم. شايف حاجة؟ لا. طب ده كام؟ ده خمسة. ده خمسة. كل واحد طبعا عارف صوت اخوه واخته كويس. ايوه. يا ادم عارف صوت رودينا؟ ايوه. طب اتكلمي كده؟ ادم لا. ماشي اوكي. دلوقتي رودينا شايفة ادم، وريان شايف نور، والمفروض ان نور وادم يعدوا ما بين الاقماع دي بالخط ده يعني، وهم مغمين عينيه. فانتوا كل واحد هيسمع صوت اخوه واخته يا حبيبي، وهو بيقول لكم عدوا. جاهز يا نور؟ جاهز. ده انت جاهز على الاخر. جاهزين؟ جاهزين. يلا هنشوف مين هيعدي الاول من غير ما يخبط القمع. تعالى ارجع مكانك يا نور. نور ارجع مكانك يا عيني، لسه ما قلتش. ماشي، اللي هيخبط في قمع هيرجع من الاول. اوكي؟ اوكي اوكي اوكي. يلا ريدي ستادي جو. نور شمال. ارجع يا نور تاني. ارجع يا نور تاني. شمال يا ادم. لا غلط. شمال. شمال شمال ناحيه التانيه. استنى يا نور، ارجع. يلا يمين. نور يمين. يمين يمين يمين. ارجع 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 ارجع.
ارجع غلط 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 يا روح استنى خلوه يسمع اخوه بس عشان ما يتلخبطش يا غلط ادم ارجع تاني ارجع تاني شمال يا نور شمال نور اصبر ايوه اصبر ارجع تاني اصبر اصبر روح شمال لا لا ارجع هنا يا رضينا ارجع هنا يلا من بعيد خش يمين امشي قدام خش يمين ايوه ايوه شمال برافو يا نور نور ابتدى يسمع صوت اخوه يمين يلا يمين يمين يا ادم يمين شمالك قصدي شمالك 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 شمال 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 قدام نور انت كنت بتبص يا نور لا بجد يا نور؟ لا طب ايه رايكم بقى نعملها بالعكس بقى؟ يلا ريدي ستادي خطوه وقف يا ريان جو قدام قدام لمين؟ لمين؟ شمال لمين؟ لمين؟ كمان لمين كمان؟ امشي شمال شمال قدام قدام يا ليه يا ريان؟ يا ابني بتعمل ايه؟ تمشي ازاي؟ لمين؟ لا 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 ارجعي تاني يا رضاي بس بس وقفي مكانك يمين يمين شمال وما تطلعش يمين الله خطوه قدام ورا النار كنت صح قدام 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 ايه ده؟ لتاني مره رودينا بتوصل مع ريان في نفس الوقت في حاجه غلط محسوبه 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 محسوبه